ايفو الخين زخاريا سبرو في تيس فقو اموس نهري زيخن بي افوت ام هاش ومن انت تيرم بي ام هسنوتي هازاريوس اي اوصاج انت افنوتي شو بها زخارياس ابشير ام باراشياس ابشير ان اضاء ببروفيتيس افقو اموس افقو انت انجيب شويس جاني تنيوتي افقو اموس جي اكوس نو جي نايني نيتي قو امو او انجي بشويس بي بانتو كراتو جي كيسو انهارو او انوكو تينا كوت هارو تين بيجي ابشويس بي بانتو كراتور او او انت ترياس اسواب بنوتي شاينين مشاينين تنيني تيرو امين. نبوات الساعة الاولى من ليلة الثلاثاء بصرة المقدسة بركتها المقدسة فلتكن معنا آمين. من سفر زكريا النبي بركات المقدسة تكن معنا يا سيدنا وأباء إخوتي آمين. في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براشيا ابن عدو النبي قائلا قد غضب الرب على أبائكم قائلا قل لهم هكذا ما يقوله الرب الضابط الكل ارجعوا إلي وأنا أيضا أرجع إليكم. قال الرب الضابط الكل ولا تكونوا كأبائكم الذين خاطبهم الأنبياء الأولين قائلين هذا ما يقوله الرب الضابط الكل ارجعوا عن طرقكم الرديئة وعن أعمالكم الشريرة فلا يصغوا ليسمعوا مني. قال الرب الضابط الكل فأين هم أباءكم والأنبياء فهل يحيون إلى الأبد؟ لكن نواميسي وأقوالي اقبلوها تلك التي أمرت بها روح عبيده الأنبياء الذين أدركوا أباءكم وخطبوهم قائلين كما أمر الرب الضابط الكل أن يضع بكم بحسب طرقكم وكأعمالكم هكذا صنع بكم مجدا للثالوث القدوس إلهنا أمين. الساعة الأولى من ليلة الثلاثاء البصخة المقدسة التي مخلصنا الصالح يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك إليسن يمسو سوسو سبدير ونور. نشكر صانع الخيرات الرحمة ارحمني يا الله كعظيم رحمة شوي سنينان شوي سنينان خنفران جوت مشيري كري ليسون. الساعة الأولى من ليلة الثلاثاء بصخة المقدسة التي مخلصنا الصالح يا أبانا الذي في السماوات سوك تاتي قوم نبيئون بزمون بأماي شايل أمين مانويل بنوتي بن أورو سوك تاتي قوم نبيئون بزمون بأماي شايل أمين باشوي سيسوس بخريستوس سوك تاتي قوم نبيئون بزمون بأماي شايل أمين Yeah.
سوق تاتي قوم نبي قوم نبزمو نبي عمار شاين يمين من ويل بنوتي بنقرو سوق تاتي قوم نبي قوم نبزمو نبي عمار شاين يمين بشويسي صوص بخريستوس سوق تاتي قوم نبي قوم نبزمو نبي عمار شاين يمين بخريستوس سوق تاتي قوم نبي قوم نبزمو نبي أمار شاين يمين بخريستوس سوق تاتي قوم نبي قوم نبزمو نبي أمار شاين يمين تاتي قوم نبي قوم نبزمو نبي أمار شاين يمين إمانويل بنوتي بنقرو سوق تاتي قوم نبي قوم نبزمو نبي أمار شاين يمين بشويسي صوص بخريستوس سوق تاتي قوم نبي قوم نبزمو نبي أمار شاين يمين more
يسوس بأخريستوس سوكتتي قوم نمبي او نمبز مو نمبي اماهي شائنه أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا ذا زرعت أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر
أبوي سيا
Κύριον κοιτών σιών ημών, η κατεύσομην σοφία ορσιά ακούσομην το Άγιο Ευαγγέλιο. Βουλχέμ Ευαγγέλιο νες ουεκάτα λόκαν Άγιο. خلاصي ومجدي هما بإلهي إله معونتي ورجائي هو أبا الله لأنه إلهي ومخلصي ناصري فلا أتزعزع أبدا الليلويا ليتراف الله علينا ويجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين فقال له واحد يا رب أقليلون هم الذين يخلصون أما هو فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا فلا يستطيعون فإذا بلغ أن يقوم رب البيت ليغلق الباب فتبدأون بأن تقفوا خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا فيجيبكم قائلا إني لست أعرفكم من أين أنتم حينئذ تبتدئون أن تقولوا أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا فيقول لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم اذهبوا عني يا جميع فاعل الإس هناك يكون البكاء وصرير الأسنان إذا رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم تطردون خارجا وسيأتون من المشارق والمغارب والشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله فهوذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين والمجد لله دائماً.
مسيرته لأورشليم مع خواصه، فقال له واحد من الجمع: يا رب أقيلون هم الذين يخلصون؟ فأجاب مخلصنا قائلا: أحرصوا على الدخول من الباب الضيق لئلا تأتوا وتقرأوا الباب وتقولوا: يا رب افتح لنا. فيجيب هو من داخل قائلا لكم: إني ما أعرفكم من أين أنتم، اذهبوا عني خارجا يا جميع فاعل الإثم، حيث يكون البكاء وصرير الأسنان معا. إن كثيرين من الأمم يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما أنتم فسيطردونكم خارجا وتتسلط عليكم أسامكم، فارجعوا عن طرقكم الرديئة لكي تمحى عنكم هفواتكم. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا. أكبشون تيم بيغور إم بيشوم تنتتي ببصخيس ويب إيفول خين ميلا خياس بيبروفيتي سفقو إم موسي بليما إم بصاجي إم بشوي سجين إبي إسرائيل خين يجيج إم بف أنجيلوس قاسجين ببتهون هيت آي من ريسين وبيجي بشوي صوبي جوتين جيخين وأك من ريمتين مين إبسون أن إن يعقوب بإيصاب بيجي بشوي أو يعقوب أي من ريت أو إصاف أي سوتوف وأنت ترياس سواب بنوتي شايني نمشايني أنت نائني تيرو أمين. بوات الساعة الثالثة من ليلة الثلاثاء البصخة المقدسة التي المخلصنا صالح بركتها المقدسة فلتكن معنا أمين. من سفر ملاخي النبي بركاته علينا أمين. فتح كلام الرب لإسرائيل على يد ملاكه: ضعوا في قلوبكم أنني أحببتكم يقول الرب، وقلتم بم أحببتنا، أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب، وقد أحببت يعقوب وأبغضت عيسو وجعلت حدودا للفساد ونصيبا ميراثا قفرا لبنات آوى. وإن قال الأدوميون أننا قد انهدمنا فلنرجع ونبني خربها، إذا ما يقول الرب الضابط الكل: هم يبنون وأنا أهدم. وادعوها تخوم الاسم والشعب الذي قومه الرب إلى الأبد، فتبصر عيونكم وأنتم تقولون: لقد تعظم الرب فوق تخوم إسرائيل. الابن يكرم أباه والعبد سيده. إن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال الرب الضابط الكل: وأنتم أيها الكهنة المحتقرون اسمي، وقلتم بما احتقرنا اسمك، لأنكم تقربون على مذابحي خبزا نجسا، وقلتم بم نجسناه بقولكم إن مائدة الرب حقيرة، وحقيرة هي الأطعمة الموضوع عليها. إن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج أو السقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لرئيسك أفيقبله منك أو يقبل وجهك؟ يقول الرب الضابط الكل. مجدا للثالوث القدوس. بركات مقدسة فلتكن معنا أمين. يا أبانا الذي في السماوات سوك تاتي قوم نبيون بزمون بأماي شاين أمين مانويل بن نوتي بن أورو سوك تاتي قوم نبيون بزمون بأماي شاين أمين بشوي سيسوس برسوس سوك تاتي قوم نبيون بزمون بأماي شاين أمين. Yeah.
تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين مانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين بشويسي سوز برستوس سوك تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين بشويسي سوز برستوس سوك تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين بشويسي سوز برستوس سوك تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين سوك تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين بشويسي سوز برستوس سوك تاتي قوم نمبي اون بزمون بيامار شاين امين القوة والمجد
الذي في السماوات تقدس. Yeah.
باهتنا. لسماع الإنجيل المقدس
من إنجيل معلمنا مارلوك البشير، بركته على جميعنا آمين. وفي ذلك اليوم جاء إليه قوم من الفريسيين وقالوا له: اخرج واذهب من ها هنا، فإن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهما: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: ها نخرج الشياطين وأتم الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. ولكن ينبغي لي أن أقيم اليوم وغدا وفي الآتي أذهب، لأنه لا يهلك نبيا خارجا عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطير فراخه تحت جناحيه، فلم تريدوا. هوذا بيتكم ويترك لكما خرابا. وإني أقول لكما إنكما لا ترونني من الآن حتى تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب. طرح الساعة الثالثة من ليلة الإيس الثلاثاء بصخة مقدسة آيات المخلصنا الصالح بركات المقدسة فلتكن معنا آمين. طرح الساعة الثالثة من ليلة الثلاثاء علينا آمين. في ذلك اليوم عوفاه قاموا وأخبروه عن هيرودس الملك قائلين: يا معلم أخرج منا هنا، فإن هيرودس المارك يريد قتلك. فأجاب وقال الذي قال له: امضي، كل هذا الثعلب الشرير إني أكمل شفاء كثيرين اليوم وغدا وفي اليوم الآتي، فقد كتب أنه لا يهلك نبي خارج عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمع بنيك فلم تريدي، وإذا أترك لكم بيتكم خرابا إلى كل الأجيال. أقول لكم أيها الذين تسمعونني إنكم لا ترون منذ هذا اليوم حتى تكونون كلكم في فم واحد مبارك الآتي باسم الرب. المسيح مخلصنا جاء المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألام يخلصنا. تي أكبسو إم بي غور إم بي شوم تتي بي بسخس أواب إف ورخين أوسي ببروفيتيس إف جو إم موسي إن سوزي بإسرائيل إم بي إريت إمي أو إيوضاي إم بي ريشي ريخون إي جاليلي امبر شوتم إيري امبي تشينغوس او امبرك امبي شويس اتخين اون خجي امفريتي وسي بايريتي ان شو بنجي اسرائيل و انت ترياس سوا بنوتي شاينين مشاين ترو آمين. نبوات الساعة السادسة من ليلة الثلاثاء بصخة المقدسة التي المخلصنا صالح بركاتها المقدسة فلتكن معنا آمين. من سفر يشوع من سفر يشوع أما أنت يا إسرائيل فلا تكن جاهلا، ويهوذا لا تدخل الجلجال ولا تذهب إلى الظلمة ولا تحلف بالرب الحي، لأنه قد جمع إسرائيل كعجا جامحة
فالآن يا رعاه الرب كحملي في موضع رحبه خليل الأصنام إفرايم قد ترك له عصرة فأطاعوا الكنعانين وزنوا زنا إلى الآخر أحب الهوان من تعظم القلب وأنت في جناحيك وهبوب ريح وسخوذ في مذبحك اسمعوا لهذا أيها الكهنة وانصتوا يا بيت إسرائيل واصغوا يا بيت الملك لأن الحكم موضع قبلته إذا قد صرتم فخاف للمحرس وكالشبكة المنصوبة على تابور تلك التي ينصبونها الصيادون للصيد أما أنا فإني مؤدبكم أنا عرفت إفرايم ولم يخف عني إسرائيل لأنه الآن قد زنى إفرايم وتنجس إسرائيل ولم يجهلوا أفكار قلوبهم ليرجعوا إلى إلههم لأن روح الزنا فيهم ورب له يعرفه وسيغطي إسرائيل وجهه ويزرع من الحزن ويعثر إسرائيل وإفرايم بالظلمة ويتعثر يهوذا أيضا معهم ويذهبون بأغنامهم وسيرانهم ليطلبوا الرب فلا يجدونه لأنه قد تنحى عنهم بما أنهم قد انصرفوا عن الرب وصار لهم ثيران وكان لهم بنون غرباء فلان يأكلهم الدب مع ميراثهم مجد الأساس كدس شوي سنين الساعة السادسة من ليلة الثلاثاء البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاتها المقدسة فلتكن معنا أمين يا أبانا الذي في السماوات سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين يمين مانويل بنوتي بن أورو سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين يمين بشوي سي صوص برصوص سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين يمين شاين يمين مانويل بنوتي بن أورو سوكتتي قوم نبيو نبزمون بيامي شاين يمين بشوي سي صوص برصوص سوكتتي قوم نبيو نبزمون بيامي شاين يمين سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين يمين بشوي سي صوص برصوص سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين يمين سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين يمين بشوي سي صوص برصوص سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين يمين Yeah.
شامون شاين امين مانويل بنوت بن اوروس اوكتاتي قوم نبيو نبسمون بيا ماي شاين امين بشوي سي صوص بريسوس سوكتاتي قوم نبيو نبسمون بيا ماي شاين امين Yeah.
سيروف. Yeah.
كيريون كيتون سيونيمون إكتيف سومين سوفيا أورسيا كوسومين تواجيو إفانجيلي إيو وأنا غنوسي فول خيم بفانجيل يونس أوب كاتا لوكن أجيون سانسي كيرين ستين زيرو تين ميوتي انطورو شنجينيتين هيت خنهان شيمي نم اوسي خي نم هان رؤوش امي فيوتي كون اوو ان هوتي خن اوهوتي انت في جنتينو انجابي اوهو اتم اشتم بف انجل يونس او اتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقلة هللويا ليترافع الله علينا ويرحمنا ويعيننا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة ماري معلمنا لوكا البشير التلميذ الطائر بركاته على جميعنا امين فاحترزوا لانفسكم لا تسقل قلوبكم من الشبع والسكر والهموم الدنياويه فقبل عليكم بغت ذلك اليوم لأنه يأتيك الفخ على جميع الجالسين على وجه الأرض كلها اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تقوا على الهرب من هذا الأمور المزمعة أن تصيروا وتقفون أمام ابن الإنسان وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويستريح على الجبل الذي يدعى جبل الزيتون وكان جميع الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوا منه ويتعلموا والمجد لله دائما الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركتها المقدسة فلتكن معنا أمين. كمثل طبيب مداوي كان المسيح إلهنا يداوي مجانا قائلا إن زيادة الأكل تثقل القلوب وتقطع القوة من الجسد والاهتمام الدنيوي أيضا يجلب على الإنسان شرورا كثيرة ويحيد بالإنسان عن مخافة الله فيخنقه الشرير ويبعده عن طريق الخلاص ومعرفة خلاص نفسه ويوقعه في سلطان الموت مثل الفخ الذي يخطف الفريسة. اسهروا أنتم أيضا واصنعوا ثمرة تليق بالبر والتوبة لكي تكونوا واقفين أمام الديان يسوع المخلص. كان يعلم الجموع في الهيكل وفي الليل كان يستريح وكانت راحته في جبل الزيتون وفي النهار كان يأتي إلى أورشليم وكان جميع الشعب يبكرون إليه ليسمعوا تعاليمه المفعمة صلاحا والذين سمعوا كان يسبقون إلى ينبوعه ويشربون منه الماء الحلو كما قال الكتاب الشاهد بمجيئه
إنه الطعام غير الفاسد المغذي كل الذين يؤمنون به. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألمه يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة عظيم رحمة. والخان يوسيب بروفيتيس إربي في اسمه إثواب شابيني من آمين فغو إموس ستي نوتين أمثمي شولين أوطا انتبون أري أو أيني نوتين إن أيني انتب إمي قوتين صايب جويس شاطاوي إن جاني أوطا انتتي مثمي إذ ذيف أريتين خاروتين إؤمت آسيفيس أوانتين شنغوس أريتين شولو أريتين أوم إن أوطا إمثنوك جياك إرهل بيس خابك هرما نمخين بأشاين تبقوم أوف إطون فنجي أوكو خمبك لأوس وأوين تترياس إث أوب بالنوتي شايني نمشايني انتني إني تيرو آمين. من سفر الرهوشة هنب بركاته لأيامنا آمين. ازرعوا لأنفسكم برا اجنوا ثمرة الحياة استنيروا بنور المعرفة واطلبوا الرب حتى يأتيكم ثمر البر. لماذا سكتتم على النفاق الذي فيكم وحصدتم ظلمكم وأكلتم ثمرة الكذب؟ لأنك توكلت على مركباتك وكسرت قوتك يقوم هلاك في شعبك وتخرب جميع حصونك المسيجة كخراب ببيت يربعام من رؤساء سليمان يوم الحرب. إذ حطمت الأمهات على البنين هكذا أصنع بكم يا بيت إسرائيل أمامكم من قدام وجهي، لأن ظلمكم وشركم طرحت ملك إسرائيل خاريا، لأن إسرائيل صغيرا وأنا أحببته ودعوت ابنه وابني من مصر، فكما دعوتهم هكذا ذهبوا عن وجهي فذبحوا للبعليم وبخروا للمنحوتات. مجدا للثالوس القدوس. شوي سنين صلاة الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء بسخ المقدسة التي المخلصنا الصالح بركاتها المقدسة فلتكن معنا أمين يا أبانا الذي في السماوات. سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين أمين مانويل بن نوتي بن أورو سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين أمين بشوي سي صوز برسو سوكتتي قوم نبيون بزمون بيامي شاين أمين. Amen. Amen.